السلام عليكم. كيف؟ عليكم السلام ورحمة الله. كويس؟ الحمد لله. ممكن أعرف اسمك؟ أنا زهرة عبد القادر أحمد طاهر. من أي دولة؟ من السودان. من تجد من متى هنا في مصر؟ من 2005/7/2013. 2013. يعني أنت تقريبا عندك كم سنة كده؟ تقريبا لي 10 سنة. 10 سنة. وأنت لاجئ في مصر؟ أيوة. انت بطاقة ايه؟ الاصفر ولا اللي عندي بطاقة اصفر. عندك بطاقة الصفر اهي. طب وانت نسيوين اعمل لك شنو؟ نسيوين والله ما عمل اي حاجة. انا قدمت وتميت سنة ونص حتى نقاموا عملوا لي انترفيو، اول انترفيو، وبعد كده طلعت النتيجة بعد السنة ودوني ريجيك. تمام. وتاني عملت استئناف برضو تاني ودوني ريجيك. وانا بعول 6 اطفال وانا ما معاهمش ابوهم، انا بعولهم لوحدي. وانا بعاني من تحديات كثيرة جدا جدا في مصر، لانه نحن لا عندنا ورق ولا عندنا مستندات ولا عندنا جوازات، وكل ما نمشي نحن في حتة بنعاني بسبب عدم المستندات. وعندي أولاد، ولدي كم مرة ضربوا وبنتي كم مرة تحرشوا بها، وأنا حصل لي 3 مرات حادث. ما بنقدر نمشي نعمل بلاغ عشان ما عندنا مستند، لأن أنا لو مشيت ممكن يحبسوني أصلا، لأنه ما عندي قاعدة من غير مستندات. وأولادي خاشين في حالة اكتئابية من عدم المستندات. عندي ولدي الكبير حتى إنه عاوز يروح يساعدني أو يشتغل في إجازة المدارس، كل ما يروح حتى بقول له هاتي جواز، وهو من جهنا هو عيل جوازه بيبي، حتى لما يمد الجواز يقولوا له ده يمكن مش انت، نحن عاوزين جواز بيكون انت الجواز ساري المفعول، ونحن جوازاتنا مكرسنة، يعني حتى ازاي يكرسنوا الجوازات بتاعتنا ونحن وما نعرفش نعمل حاجة. عندي ولدي الكبير أسمى امتحن السنة دي للجامعة ونجح الحمد لله، بس مش عارف يقرا الجامعة، لا في جواز ولا في بطاقة ولا في أي حاجة. هو نفسه خاش في حالة اكتئابية جدا، قاعد ما بيكلمش حد عشان هو مش عارف يعمل ايه. ولو رجعنا احنا السودان مشكلة كبيرة، لأنه أنا في السودان عندي حتى أولاد ولد خالتي ولد عمتي ضربوهم رصاص ماتوا 2، وهم سامعين الكلام ده مرهم، يعني خايفين إنه يروحوا السودان، لأن السودان بقى غير آمن. وعندي أهل جوزي برضو، أنا عندي بنات هم مصممين إنه عاوزين يعملوا لهم ختان جدتهم، وأنا مش رايحة أروح السودان عشان ما يعملوا لهمش ختان. طيب الأستاذة زهرة، طبعاً أنتوا كم في البيت في الأسرة؟ أنا عندي 6 وأنا 7، نحن 7 أنفاس. أولادهم موجود معانا كلهم؟ معاي موجودين معايا كلهم الحمد لله، بس نحن يعني بنعاني من مشاكل كثيرة جدا جدا، ونمشي المفوضية ما بتعمل لنا حاجة. رحت سان أندرو برضو عشان يساعدوني، رفضوا يساعدوني. عندي غدة، عندي تغاريف، عندي غدة وعندي ألم مرارة. أفتح كده الأوراق دي. هذه كلها تقارير وهذه كلها صور. تمام. سنة كاملة أنا بتابع معاهم، وفي النهاية لما جو حددوا لي إنه يعملوا لي عملية رفضوا. قالوا ما فيش مساعدات عشان نحن نساعدك نعمل عملية، كلهم رفضوا. مشيت برضو سان أندرو عشان أنت ما عندك مساندات، عشان ما عندي مستندات خالص. وحتى ديل أنا ديل ناس الهجرة الدولية، مشيت ناس الهجرة الدولية الـ IOM وتابعت مع دكتور معاهم. طيب انتم ما دام انتم مش عاوزين تساعدوني، ليه بتودوني دكتور؟ انا سنه كامله ماشيه طالعه نازله عشان اعمل عمليه، لما يجي في الاخر يقولوا لي ما في عمليه، ما عندناش فلوس نعمل لك عمليه. اهو انا لسه اهي الغده اهي، لسه اهي مش قادر اعمل عمليه، ما عنديش حتى فلوس اني اعمل عمليه. انا أعود عائلة 6 أطفال لوحدي، من دراسة اللي معايشهم ده كله.
فغير الشتايم في الشارع غير كذا مرة عوجوا ابني اتحرشوا ببنتي، بس هنروح لمين؟ يعني ما فيش حد نروح ليه، نروح المفوضية نتصل بقول لي احنا اسفين طالما ملفك مقفول نحن ما حنقدر نعمل ليكي حاجة. طيب انت مشيت سان اندرو ما غلبها؟ مشيت سان اندرو حتى اخر مشكلة المصريين كشحوا علي موية في رقبتي رغم اني عندي غدة، وكشحوا علي الموية ومسيت رقبتي معوجة كده، وفي نص الوضع انا كلها رقبتي مسلوخة جلدي كله نازل في الارض، وما قال لي ما نقدرش نساعدك، ما عملوليش حاجة خالص. ده فين ده؟ في المستشفى سان اندرو. سان اندرو؟ ايوه. جوا سان اندرو؟ جوا سان اندرو. ما في ولا معامل جا ولا زول جا؟ ما جا، جو بس ادوني بنت، انا كنت تعبت وقحت في الارض، قعدوني بس وادوني حبة مسكن كده وخلاص علي كده، عاوزاكم تساعدوني اعمل ايه؟ ما نقدرش نساعدك، ما فيش مساعدة. هاي. حتى ما ادوني محامي ولا حتى يعني حد مسؤول قاعد معايا او شاف مشكلتي شنو عشان يحل علي وكده. طيب يا استاذ زهرة، طبعا نانو بالمبادرة بتاع الغوبة الأفارقة، نانو طبعا نانو بنسوي الشكوى وبعد كده نانو نقدر نشوف اللي هو طلبات اللي هو بتاعتك، نقدر نانو نوصل لك الرسالة بتاعتك، نوصل الرسالة لصاحب الرسالة بتاعتك. طيب عندك إضافة تانية بالنسبة للمكتب الجنائي بتاعك؟ دارت رسالتك شو من دارت توصل على؟ أنا بناشد بجنيف وباسم جنيف وكحقوق إنسان يراعوا ويحلوا لي مشكلتي ومشكلة اللاجئين كلهم في مصر، لأنه نحن كلنا بنعاني، لكن أنا بعاني لأنه أنا ملفي مقفول، ما عندي مستند وما عندي إقامة، ما بعرف بعمل إقامة، ما بعرف بمشي أي مكان، أنا الدنيا كلها واقفة فيه، يعني مقفولة في سكتي. بعدم المستندات نحن قاعدين غير قانون، ولا حتى اولادي انا مش عارفه اقدم، حتى الاولاد والاطفال ذنبهم ايه؟ وحتى نحن لو حصلت لنا شيء ضربونا في الشارع، حصل لي حادثه ما اقدرش اطلع بلاء، ما اعرفش اعمل بلاء، لانه حتى وانا خايفه لاولادي مرعوبه جدا، لانه كل ما يطلعوا اولادي اخاف حد يضربهم او حد تحصل لهم حاجه، انا ما اقدرش اعمل حاجه، يعني اروح اقدر ابلغ عشان اخذ حقي او اروح المفوضيه عشان تساعدني، حتى المفوضيه بتصدني، يعني انا جاياكم كحقوق انسان وانتوا ناس ممكن تجيبوا لي حقي يرفضوني تماما، يقول لي نحن ما بنعمل لك حاجه، فانا مش عارفه اعمل ايه بجد، انا بعاني من مشكله كبيره جدا جدا، واولادي حاسين في حاله اكتئابيه من عدم المستندات، يعني نحن غير الشتايم وغير الحد يرميكي بحجر، يعني نحن مش عارفين بصراحة نعيش في مصر خالص، يعني الشعب المصري صعب صعب التعامل معاه، يعني مستحيل الواحد يطلع في الشارع ما يجي متوتر وما يجي، وأنا من كثرة المشاكل أنا الغدة كل يوم فايرة، كل يوم زايدة، حتى الدكتورة قالت لي لو ما لحقت عملتها في وقت وهيز ممكن تتحول وتبقى حاجة تانية، وأنا لغاية اللحظة أنا قاعدة ولا حتى عارفة أروح يمين ولا أروح شمال، وشكرا وأتمنى إنه يعني يحلوا مشكلتنا في أقرب فرصة، لأنه نحن بجد كلاجئين في مصر نحن تعبانين جدا جدا، ما بنلاقي حقوق من كل حاجة. شكرا لك يا استاذ زهرة، ان شاء الله نصل الرساله بتاعت المكتب الجنائي ان شاء الله، ان شاء الله نتواصل مع بعض ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. شكرا.